سمير. معمل النهارده يا باشمهندسين هنتكلم عن الايسيهات اللي بتبدا ب 74، يعني الايسيهات اللي من الفاميلي بتاع تي تي ال اللي هي الترانزستور ترانزستور لوجيك جيت. عندنا انواع الترانزستور اللي هي بتبدا ب 74، عندنا يعتبر 3 انواع، 2 منهم نوع او بيستخدم في حاجه، وواحد تاني بيستخدم في حاجة تانية أو تو أبليكيشنز تانية. 74 47 و 74 48، الاتنين دول نوعين للسيفن سيجمنت، إنما 74 38 ده نوع بيستخدم في الديكودر والمالتي بلكسنج، ودي مالتي بلكسنج. طب ماشي، السيفن سيجمنت إيه هي أصلا؟ السيفن سيجمنت، السيفن سيجمنت يا باشمهندسين عبارة عن شاشة لعرض الأرقام. الفكرة إن هي بتعرض أرقام أو تعرض تايمر، نستخدمها في إشارة المرور، نستخدمها في التعبير عن درجات الحرارة، الحاجات دي. طب إحنا ليه استخدمنا السيفن سيجمنت؟ دي تعتبر أرخص شاشة موجودة وسهلة الاستخدام، بتوصل البنات مباشرة على أي حاجة بقى، على أي ديفايس أنت عاوز تظهر من عليه الرقم، أو عاوز تستخدم باينري كود، بتجيب البي سي دي اللي هو باينري كود ديفيجن الديفايس نفسه، وتوصله على طول مباشر بالسيفن سيجمنت، ما بيحتاجش كومبليكس في التوصيل، بتتوصل مباشر، يعني الخارج بتاع الباينري كود ديفايس بتوصل مباشر بالسيفن سيجمنت. تمام كده؟ طب السيفن سيجمنت دي عبارة عن ايه بقى؟ احنا هناخد النهارده ان شاء الله السيفن سيجمنت بس. السيفن سيجمنت دي عبارة عن 8 بايتس او 8 بيتس. 8 بيتس يعني الدخل بتاعها 8 بيتس. الفكرة ان هي بتشتغل ب7 ليدز، يعني 7 ليدات بتنور عندك. الترتيب بتاعهم والاسماء بتاعهم زي الرسمه اللي انا رسمها هنا دي، عباره عن A B C D E F والجي اللي في النص، بتكون رقم 8. رقم 8 ده بيظهر جميع الارقام من 0 لحد 9. ده مش مهندسين، انت عندك الباينري كود بيبقى عندك من اول صفر لحد 9. لو انت عندك الانبوت بتاعك مثلا 4 انبوت، الاحتمالات بتاعتك بتاع الخارج بيبقى 0 1 2 3 لحد ما توصل ل 9، صح؟ ده اقصى رقم ممكن نظهره. معايا يا باشمهندسين؟ السيفن ليدز دي بتنور على حسب انت عايز تطلع انهي خارج. فكره السيفن سيجمنت بيبقى توصيلها نوعين، يا اما كومن كاسود يا اما كومن انود. كلمة كومن يعني مشترك، يعني بنقلل السلوك، بنقلل الكوست، بنقلل المساحة. يا إما بناخد الكاسود بتاعنا مشترك، يا إما بناخد الأنود بتاعنا مشترك. كلمة أنود وكاسود دي اللي هو الطرف الموجب بتاع الدايود، ما هو الليد عبارة عن دايود، لايت إميتنج دايود. بناخد يا إما الطرف الموجب بتاع الأنود بتاع الدايود بتاعتك وتوصله كلهم بفي سي سي زي الرسمة دي، يبقى الانود بتاعك بتاع السيفن ليدز مشتركين في نقطه واحده متوصلين بجهد موجب واحد اللي هو في سي سي. يا اما بتاخد الجراوند بتاعك او بتاخد الكاسود بتاعك وكله بتوصله بجراوند. ده كده وحدت، عملت كومن، سواء عملت كومن كاسود وحدت الجراوند بتاعتك وحدت الكاسود بتاعتك، او وحدت الانود بتاعتك وحدت الموجب بتاعك. الفكره ليه عملنا كومن؟ الطبيعي كقسمنا ان انت عاوز تقلل الكوست وعاوز تقلل حجم الاي سي او الحجم بتاع الكومبوننت بتاعتك اللي موجود جوه الكته، لان انت لما تيجي تعمل بي سي بي مش عاوز الاجهزه اللي عليها او الديفايسز اللي عليها تبقى كبيره تاخد مساحه كبيره، انت عايز تصغر البي سي بي اكثر ما يمكن. تمام يا باشمهندسين؟ فاحنا عاوزين نقلل كميه السلوك وكميه التوصيلات لكل لايت ايميتنج داي ده، لكل ليد من دول. فوحدنا عملنا كومن، بنتحكم بقى في الكومن بتاعنا في الانود، يا اما الكومن انود بتتحكم في الجهد اللي داخل للانود، يا اما بنتحكم في الجهد اللي خارج منه لو كانت كومن كاسو. هو الطبيعي ان احنا اللايت ايميتنج دايت او الليد بتاعك بيشتغل من 1.5 فولت ل 2.5 فولت، واحنا في الغالب لما نيجي نشتغل في المعمل عندنا بندخل الجهد بتاعنا، يعني مثلا الفي سي سي هندخله 5 فولت، فلو ال 5 فولت
دخل على الانود بتاع الليد دي هيحرق الليد، لان الجهد بتاعه اكبر من الجهد اللي هو يشغل الليد فهيحرقه. فحماية للليد بنوصل قيمة مقاومة، سواء هتدخل مقاومة على كل لاين منهم، على كل تيرمينال منهم، على كل وصلة منهم، على كل واحدة، على كل بارت منهم، تدخل مقاومة على البارت بتاع A أو الفرع بتاع A، وتدخل مقاومة على الفرع بتاع B، أو تدخل مقاومة على الفرع لحد ما توصل للجي، على كل ليد تدخل مقاومة منفصلة، أو تاخد المقاومة دي تدخلها كومن برضو زي الفي سي سي مثلا. يبقى المقاومة بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها لحماية الليد عشان ما تتحرقش. طب هو ليه برضو في الكومن كاسود وصلنا كومن كومن ريزيستور؟ هو طرف الجراوند بتاع بياخد معظم الشحنه ويوصلها للجراوند، يوصل لحاله الستيد ستيت. فالطبيعي الجهد اللي داخل له على الاطراف هيتوزع، هو يتقسم جزء على الليد وجزء على بقيه السيركت. طب احنا لو ما عندناش المقاومه واحنا مدخلين 5 فولت، فالليد المفروض هياخد كل ال 5 فولت، فالليد ده هيتحرق. فاحنا عارفين التوصيل على التوالي بيقسم الجهد، فيبقى جهد جزء من الجهد على الليد وجزء على المقاومه، فتقلل من قيمة الجهد المؤثر على الليد، فالليد بتاعنا ما تحرقش. تمام يا شباب؟ يعني المقاومة في الكومن كاسود والكومن انود دي لحماية الليد عشان ما يتحرقش، لأن احنا الطبيعي بنستخدم جهد 5 فولت. 5 فولت أكبر من الجهد اللي الليد بيحتاجه. الليد بيحتاج من 1.5 ل 2.5 فولت عشان يشتغل، عشان ينور. فاحنا لو قصرنا ب 5 فولت الليد بتاعنا هيتحرق، مش هيشتغل، مش هيدينا انديكيشن. فعشان نقلل من قيمة الجهد اللي بيأثر على الليد بنحط مقاومة معاه توالي، يا إما تاخدها على كل تيرمينال لوحده، على كل فرع لوحده، وده هيزود الكوست عليك وهيزود البليس بتاعك أو زود المساحة بتاعتك، يا إما تاخدها كومن، سواء كومن في الأنود أو كومن في الكاسد. كده كده هتتوزع عليها ما بين قيمة المقاومة تاخد جهد، والليد هياخد جهد، جزء من الجهد. معايا يا شباب؟ فتوصيل المقاومه الكومن دي هيقلل لنا الكوست ويقلل لنا المساحه نفسها ويخلينا نشغل الليد واحنا مطمنين. معايا كده؟ انا مش سامع حد ليه؟ انتوا مش فاهمين مني؟ لا ما كانش ماشي. طب تمام ماشي. طب ماشي. طب احنا لما نيجي نختار قيمه المقاومه الكومن دي هنختارها كبيره ولا صغيره؟ هو الطبيعي قيمة المقاومة هتتحدد على حسب كمية الجهد المؤثر عليها، أو كمية الجهد اللي داخلها، وكمية التيار اللي مر في الليد، أو التيار اللي مر في الفرع. هو الطبيعي كده كده الليد بياخد جهد ثابت من 1.5 ل 2.5، فبقية الجهد المسلط على الفرع ده طبيعي المقاومة هتاخده. يعني مثلا لو احنا مدخلين 5 فولت، هو الطبيعي الليد الماكسيمم بتاعه هياخد 2 فولت أو 2.5 فولت عشان يشتغل، بقية الجهد بقى هيروح للمقاومه. فاحنا بنحدد قيمه الجهد على حسب الانبوت بتاعنا او الفولتج انبوت بتاعنا، على حسب الجهد اللي احنا مقصرينه على الفرع التيرمينال بتاعنا. ماشي كده؟ يعني احنا مدخلين 5 فولت، الليد مثلا هياخد 2 فولت، فباقي 3 فولت، الباقي المقاومه هي اللي هتاخده. وكل ما زاد كميه التيار مر في الفرع، كل ما زادت شده اضاءه الليد. شدة الإضاءة هتتناسب طردي مع شدة التيار، لأن الطبيعي كمية التيار أو شدة التيار هيطلع إلكترونات كتير، الإلكترونات دي هتظهر في صورة فوتونات اللي هي الضوء. طب قيمة المقاومة الرينج بتاعها كام بقى؟ هي عندنا رينج كده، لأن أقصى جهد إحنا ممكن نأثره بخمسة فولت. فقيمة المقاومة هتبقى الرينج بتاعها من 270 أوم لحد 1 كيلو أوم. في الحالة دي الإضاءة هتبان في الرينج ده بتاع المقاومة دي، الإضاءة هتبقى باينة وواضحة لليوزر بتاعنا، الليد هيبقى باين إضاءته. وأفضل قيمة مقاومة أنت هتشتغل بيها 330 أوم. تمام كده؟ طب إحنا لو حطينا قيمة مقاومة كبيرة جدا، يعني مثلا 100 كيلو، الطبيعي هتلاقي إن مفيش خارج أو مفيش إضاءة للليد. ليه؟ لأن قيمة المقاومة المؤثرة أو توتال ريزيستنس هتبقى كمية كبيرة قوي، فمفيش تيار أصلا هيمر في المسار ده أو الفرع ده. يعني كل ما كانت قيمة المقاومة صغيرة، كل ما التيار مر بصورة أكبر، فكل ما كانت شدة الإضاءة للليد هتبقى أحسن، فهتبان قدامك الليد، الرقم هيبان قدامك.
تمام كده ماشي. طب وانا رايح هشتري بقى السيفن سيجمنت، هو انا هشتري اي سيفن سيجمنت كده خلاص، ولا في تيستس بعملها عليها؟ هو الطبيعي في شويه اختبارات كده عشان تعرف السيفن سيجمنت اللي انت اشتريتها ده نوعها ايه، التيرمينالز بتاعتها اطرافها اسمها ايه، او الاي بي والسي والدي والحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي الليدز اللي هتبين الرقم، الاطراف دي فين. هو الطبيعي لازم تعرف كل ده على السيفن سيجما، وانت هتشتريها كده وخلاص وتوصلها كده وخلاص؟ لا، هو الطبيعي ان انت تعرف هي كومان ايه، انود ولا كاسود، وفين طرفين الكومان. الطرفين الكومان بيبقى طرفين مكانهم فين، وبقيه الارجل بتاعه السيفن سيجمنت دي هيبقى ترقيم الخارج بتاعها او الانبوت بتاعها ازاي، يعني ايه الايه فين والبي فين والسي فين والدي فين، عشان نعرف لو احنا عاوزين نظهر رقم معين هنظهره ازاي. معايا كده؟ والطبيعي احنا الاول عاوزين نحدد الكومن بتاعنا، نحدد الكومن بتاعنا يعني نحدد هي كومن انود ولا كومن كاثود. لا، خلينا الاول نحدد طرفين الكومن، كمان نحدد طرفين الكومن هنستخدم افو. لو احنا حطيناه في وضع البزر فالطبيعي لو انت حطيت طرفين الافو بتاعتك اللي هو الكابل الاسمر والكابل الاحمر على الطرفين الكومن، لان صادف ان انت حطيت الطرفين بتاع الكابلين بتاع الافو على الطرفين مثلا 1 و10 وكان ده الكومن فعليا، فهتلاقي ان الافو بتاعك بيصفر، ان الطبيعي هيبقى شورت سيركت، فمفيش قيمه مقاومه، قيمه المقاومه بينهم هتساوي زيرو. كمان انا لو حطيت مثلا على 1 و9 وما كانش ده الكومن بتاعنا، فولا هو هيصفر ولا قيمه المقاومه هتطلع بزيرو، لا ده هيطلع قيمه مقاومه. هيجيب منين قيمه المقاومه دي، وازاي التيار مره اصلا مع انك انت ماسك الاي سي في ايدك كده؟ هو الطبيعي ان الافو بتاعك فيه قيمه بطاري جوه، اي نعم البطاريه بتاعتها الفولت بتاعها صغير قوي بس في بطاريه بتشتغل. هيبقى الطرف الموجب ده بدايه المسار او بدايه التيار هيمشي منه، والطرف الجراوند ده او الاسمر ده الكومن ده نهايه الدايره، نهايه السيركت بتاعك. فانت هتمرر تيار من الطرف الاحمر وتاخده تاني او تقفل الدايره بتاعتك من الطرف الاسمر. فهو لو ما كانش الكومن، ما كانش نقطه واحده، فهيمرر مسار في الدايره جوه ويحسب لنا قيمه المقاومه، ده طبيعي. معايا شباب؟ طب لو كان كومن، يعني كومن يعني الاثنين نقطه واحده، يعني الاثنين كومن، فمعناها ان هي تبقى شورت سيركت من الداخل، فمعناها ان هي نقطه واحده، فيجي المسار يخش او التيار يخش، لا هيقول لك لا ده ما فيش تيار هيخش، قيمه المقاومه هتساوي زيرو. ولو انت حاططها على وضع البازر مش على قيمه المقاومه، لو حطيت الافو على وضع البازر، لا هتلاقي البازر بتاعك او الافو بتاعك بيصفر، بيعمل صوت صفاره كده. تمام يا شباب؟ ليك طريقتين عشان تعرف طرفين الكومن بتاعتك، يا اما تخلي الافو على وضع البازر، يا اما تخليه على قيمه اي اي سي او يقيس قيمه مقاومه. انت لو حطيتها على وضع البازر ووصلت طرفين وكانوا كومن فعلا هتلاقيه بيصفر. طب لو ما كانش كومان مش هيصفر، هيقرا اي قيمه في الاف، هيقرا اي قيمه، اي قيمه جوه او قيمه اوم على حسب انت مظبط البوتنشيومتر هيبقى على ايه. طب لو كان الاف مسلطينه او موضعينه على وضع المقاومه، ولما حطينا الطرفين الاحمر والاسمر او الكابلين بتاع الافو على التو بنز مثلا 1 و10، هيجي يقيس قيمه المقاومه هيلاقيها بزيرو، لان هي تعتبر شورت سيركت لانها نقطه واحده، تبقى شورت سيركت فقيمه المقاومه بتساوي صفر. طب لو ما كانوش الطرفين كومان، لا هيقيس قيمه مقاومه، قيمه المقاومه دي جت منين؟ هنلاقي ان الافو ده فيه بطاريه داخليه، اي نعم قيمه الجهد بتاعها صغير بس فيه جهد، فيمر التيار من الكابل الاحمر وينتهي عند الكابل الاسمر فيقفل السيركت بيه، فيقيس قيمه المقاومه. في الغالب طرفين الكومن يا اما 1 و10، 1 و10 يا اما 5 و6، ده غالب في الغالب يعني طرفين الكومن بتوعنا. تمام كده؟ طب احنا بقى احنا كده حددنا الطرفين بتاع الكومن، طب احنا عايزين الكومن ده نعرف احنا هنوصل في سي سي ولا هنوصل جراوند. نعرف ده ازاي، هنوصل في سي سي او هنوصل جراوند؟ نعرف الاول نوع الكومن، هو كومن انود ولا كومن كاسود. هو الطبيعي لما يكون عندنا حالتين او احتمالين بنجرب حاله او نفرض حاله ونشوفها صح ولا غلط. فاكرين عمليه الايتريشن لو فاكرين كده، ان انت بتفرض حاجه وتثبت ان هي صح او تثبت ان هي غلط عشان نحدد نوع الكومن يا باشمهندسين. ف
في السيفن سيجما لو هي كانت كومان انود او كومان كاثود، احنا بنفرض مثلا ان هي كومان انود ونحط طرفين الافو اللي هو الكابلين الاحمر والاسمر، بنثبت طرف مثلا لو احنا قلنا اللي هو كومان انود يبقى هنثبت الطرف الموجب اللي هو الكابل الاحمر، هنثبته على الكومن، على الليد بتاع الكومن او الليج بتاع الكومن او التيرمينال بتاع الكومن اللي احنا محددينه قبل كده، البنه بتاعت الكومن احنا حددناها خلاص، فنحط الكابل الاحمر على واحده من الكومن ونمشي الكابل الاسمر بقى. لو الكابل الاسمر نور ال 7 سيجمنت لاي ليد فيهم نورت، فده معناه ان انت فرضه صح ان هي كانت كومن انود، وانت ثبتت ان هي كومن انود. طب لو الليد ما نورتش معناه اللي انت فرضه غلط، فترجع تعكس الاطراف عشان تتاكد برضه، تعكس الاطراف او تعكس الكابلات بتاع الاف، تحط الاسمر على الكومن بتاعك على الليج بتاع الكومن، يعني مثلا ترجع تحط الاسمر على واحد مثلا وتمشي الاحمر على بقيه الكابلات او بقيه التيرمينالز نفسها. لو الليد نورت يبقى هو كان كومن كاسو. معايا شباب؟ هنحط الافو على وضع المقاومه عشان نستخدم البطاريه الداخليه بتاعته، ونثبت الطرف الاحمر مثلا بفرض ان هو كومان انود، ونمرر الكابل الاسود بتاعنا على الاطراف، لو نور يبقى كان به ان الفرض اللي احنا فرضناه اللي هو كومان انود صح، فيبقى هو شغال كومان انود، يبقى هو شغال في الاكتيف لوب. طب لو ما نورش الليدز بتاعت السيفن، يبقى الفرض اللي انا فرضه غلط، يبقى هو كان كومان كاسود. عشان تتاكد اعكس الكابلات بتاعتك، ثبت الطرف الاسمر بتاعك بتاع الافو على الكومن، ومرر الكابل الاحمر على اطراف ال 7 سيجما، لو نور يبقى اللي هو العكس بقى الفرد اللي هو كان العكس، يبقى هو كان كومان كاس، ما نورش يبقى 7 سيجما دي بايظه، ما اشتغلش في الحالتين يبقى هي بايظه. يا شباب احنا كده وضحنا في ال 7 سيجما الكومان فين، كومان تيرمينال فين، الطرف بتاع الكومان فين، وكده وضحنا هو شغال كومان ايه، كومان انود ولا كومان كاس. باقي بس تعرف الاي وبي والسي والدي والحد جي اطرافها فين، عشان لما تيجي توصل وعاوز تظهر رقم معين فانت لازم تعرف ايه اللي المفروض هينور، فايه المفروض هينور، فيبقى لازم تدخل على الاطراف دي جهد. معايا يا شباب؟ عشان نحدد بقى الاطراف بتاع السيفن سيجمنت، عشان نعرف الشكل الايد ده كل ليد هتنور من انهي طرف، لازم اول حاجه هنعمل ايه؟ اول حاجه هنثبت الطرف الاحمر بتاع الاف على الكومن، هنثبته ونخليه موجود ثابت كده، بعد كده هنمرر الطرف الاسمر ده باعتبار اللي هو كان كومن انود، عشان نشوف الطرف الاسمر ده هينور انهي ليد، يبقى ده بيعبر عن ايه. وترسم السيفن سيجمنت كده قدامك الثمانيه الايد دي، وتوضح الليد دي اللي هي مثلا ليد ايه، وتتنور من انهي تيرمينال من انهي طرف. لو مش فاهمين قوي مني اشغل لكم فيديو ثواني يبقى واضح اكتر. ظاهر قدامكم الفيديو؟ تنسين توفقتوش لسه ولا ايه؟ مش منسين، هشغل فيديو ايوه عشان تمام. يوضح لكم في المعمل بنوصل ازاي او بنحدد الاطراف ازاي. ماشي؟ في صوت؟ طيب هنعرف نشغل السيفن سيجمنت ازاي؟ ديت اللي هي زي ما انت بتشوفها كده في اشاره المرور في الاله الحاسبه على الاسانسير ليها ابلكيشنز كتير. طيب عايزين نعرف هي ليها دلوقتي 10 رجول، ايه الرجول دي؟ ده الشيت اللي باش مكتوب فيها. طب المفروض يشتغل عندي ايه؟ عندي 7 ليد تمام، 7 ليدات لايت ايميتنج دايز. باشمهندسين كنت سامعين صوت؟ ايوه الصوت شغال. كمان الدوت واحده فيهم بس اللي بتبقى شغاله، يبقى انا عندي كده محتاج يبقى عندي كام رجل؟ 7 و1 8 خلاص، واحده للكومن. مش احنا قلنا ان هم يبقوا متوصلين يا كومن انود يا كومن كاسود، يعني يا السبع الداتا دول متوصلين مع بعضهم ان الانود هم نفس النقطه وبغير وكل واحد ليه كاسود لوحده، او العكس. يبقى ده اللي احنا محتاجين نتعرف عليه. يبقى كان المفروض يبقى عندي 9 بس بالنات، هم 10 10 ليه؟ لان في 2 بيبقوا كومن، هم في التصنيع لازم طالعين سيمتري، 5 فوق و5 تحت. فاول خطوه ان احنا نعرف فين الكومن. خلاص عرفناه، هنستعمل واحدة منهم بس ان دي النقطة المشتركة اللي الدات متوصلة ببعضها فيها. طب هل هم متوصلين كانود او ولا كاسود؟ يبقى دي الخطوة اللي بعديها هنعرفها. ادي الافو بتاعك هتجيبه على الوضع بتاع الصفارة او بتاع الدايت.
طب ايه وضع الصفاره؟ وضع الصفاره دي لما احط حاجتين هما نفس النقطه بيديك صفاره. يعني انت وانت بتشك في تجربه في الكت او حاجه، لو عايز تشوف السلك ده واصل فعلا بالنقطه الثانيه والنقطتين دول هما نقطه واحده، بتوصلهم بتوصل نقطتين، لو صفر يبقى هما نفس النقطه. فانا هعملها تراند ايرور، هثبت في اي واحده والف على الباقيين، اللي اتصفر معاها يبقى هي دي المشتركه. هي جت من اول مره بس ممكن لو بدات من الشمال مش هتيجي كده على طول اهي، تمام؟ اللي هما دايجونال مع بعض كده، يبقى النقطه اللي فوق والنقطه اللي تحت دول نقطه واحده. لما توصل هتاخد واحده منهم بس، يا اللي فوق يا اللي تحت، محدش وصل الاثنين. طيب ايه الخطوه اللي بعديها؟ انا هعرف هل هما كومان انود ولا كومان كاثود. هفترض مثلا ان هما كومان انود، يعني ايه كومان انود؟ يعني الانود متوصله مع بعضها. فلو حطيت على الانود الارضي، تمام، انا افترض ان هو كومان انود، فاحط على الايه؟ على الانود احط عليه الايه؟ احط عليه الخط الاحمر هو الفي سي سي، وهلف بالارض. لو قاد يبقى هو فعلا ايه؟ كومان انود. هنشوف كده، شايفين الايه دي؟ هو كده طلع فعلا ايه؟ كومان انود. طب هعمل ايه؟ هتجيب ورقه كده وهترسم السيفن سيجمنت بتاعك اي بي سي دي اف جي. خلاص هاجي كده، الاولانيه الرجل الاولانيه دي بتقيد لي مين؟ بتقيد لي البي، فهم كاتب عليها بي. طيب الرجل اللي بعديها بتقيد مين؟ بتقيد الاي، يبقى هكتب هنا ايه. خلاص، واللي بعدها بتقيد الاف، هكتب هنا اف، وهكذا. يبقى دول نقطتين كمان عدلت عليهم، وهكتب بقى اللي تنور معايا، هكتب الرقم بتاعها فوق وتحت. اللي تحت برضو هلف عليهم، مثلا اول واحده تحت هنا مثلا اديت لي ايه؟ اديت لي الاي، يبقى اول واحده هنا هكتب عليها الاي. خلاص يبقى انا كده اتعرفت عليه، تمام. سيجمنت تاني ودورت على الكومن هوت، النقطه دي النقطه دي النقطه دي. طيب هفترض مثلا ان هو ايه؟ كومن كاتب، كومن انا هثبت الاحمر وهلف بالاسود. خلاص هنلاقي مفيش اي حاجه بتقيل، يبقى هو كده مش مظبوط. هقوم مثبتها الاسود، تمام، ولفها بالاحمر. يعني كده هفترض ان هو ايه؟ هفترض ان هو كومن كاتب. هلف كده فعلا بيشغل كومن كاسود. ليه؟ لان انا حاطه على الكومن الارضي، خلاص، يعني حاطه على الكاسود صفر. ولما الف كده يبقى ديت الانود بتاعتي متفرده، والكاسود هو المتصله مع بعضها. خلاص يبقى ده هو ايه؟ طلع كومن كاسود، والاولاني طلع كومن انود. يبقى انت تضرب بحسب الاثنين. تمام كده يا باشمهندسين؟ ايوه تمام، فهمتوا الحاجة اللي أنا كنت بشرحها إزاي نحدد الكومن وإزاي نحدد الأطراف؟ ماشي. تجربة النهاردة بقى هو عبارة عن أبلكيشن استخدام السيفن سيجمنت، إن إحنا عايزين نستخدم السيفن سيجمنت. طب إحنا هنستخدمها في إيه؟ الأبلكيشن المتاحة اللي إحنا نقدر نستخدم فيها الشاشة بتاعتنا دي إيه؟ في إيه؟ معرفة أرقام، سواء كانت درجة حرارة، سواء التايم أو التايمر بتاع إشارة المرور. تمام كده؟ طب هو إحنا لما نيجي نستخدم السيفن سيجمنت هندخل الجهد على طول عليها كده، او هندخل الاشاره على طول عليها كده؟ لا، هو الطبيعي اللي انت بتدخل على درايف. الدرايف ده بقى ايا كان نوعه، فاحنا ممكن نستخدم للتبسيط حاجه اسمها باينري كود ديفايس او باينري كود درايفر، اللي هو بيطلع لنا باينري كود، بيطلع لنا انبوت يقدر نخش بيه على السيفن سيجمنت على طول. السيفن سيجمنت عباره عن اللي هي المفروض الرسمه بتاع الايت عباره عن 7 ليدز، فاحنا عايزين الباينري كود بتاعنا حاجه تطلع لنا 7 انبوت. المتاح بتاعنا اللي هو الباينري كود بتاعنا اللي هو يبقى عباره عن 4 انبوت، يطلع لنا 7 انبوت 7 اوت. فلما نيجي نستخدم الباينري كود او لما نيجي نستخدم الدرايفر بس يشتغل بباينري كود، هو الطبيعي اللي انت هتدخل فولتج، تمام كده، او اللي انت هتدخل احتمالات الانبوت دي تعتبر الانبوت بتاعك. هو هيبدا من 0 لحد 9، احنا عندنا 4 انبوت، فالاحتمالات بتاعته هيبدا من 0 لحد قيمه 9، تمام كده، وهيطلع لنا الاوتبوت بتاعنا بقى ايه اللي هيشتغل. فانت ليك حريه الاختيار اللي انت تطلع الخارج بتاعك ده على ليدز، فتستخدم
لوجيك جيت الايسات اللي انتوا خدتوها في اول معمل وتنور لنا على كيبل او على الليدز اللي هتظهر، او تستخدم السيفن سيجمنت الخارج بتاع الدرايفر ده يظهر لنا الخارج بتاع على الليدز بتاع السيفن سيجمنت. هو الطبيعي ان انت مش عاوز تخلي الخارج بتاعك عبارة عن ايسيهات. انت لو جيت تستخدم الايسيهات هتلاقي اللوجيك جيت اللي انت هتستخدمها كبيرة جدا، فالسيركت نفسها عشان تعمل اشارة المرور هتبقى كبيرة قوي. فالحل ان انت تستخدم السيفن سيجمنت، تاخد الخارج بتاع الباينري ديفايزر ده او الديفايدر ده وتطلعه على سيفن سيجمنت، بدل ما كل واحدة هتمثلها بلوجيك جيت. يعني مثلا الخارج بتاعنا بتاع الدرايفر ده، بدل ما تحط دي السيركت توصلها مباشر وتوصل دي مباشر وتوصل دي مباشر والجي تحط لها انفرتر وتطلع الخارج بتاع ده كله على ليد، فهتلاقي ان السيركت بتاعتك كميه الايسيهات بتاعتها هتبقى كبيره، لان هتحط الاحتمالات بتاعتها كلها عشان تظهر الرقم، فهتبقى كبيره قوي. فبدل ما تحط وتستخدم اللوجيك جيت، لا احنا عندنا حاجه اسمها السيفن سيجمنت هتظهر لك الرقم اللي انت كنت مدخله اصلا. يعني باينري كود اللي انت بتدخله باستخدام البوش بوتون باستخدام السويتشات ايا كان السويتش بتاعك ايه، هتطلعه على طول على السيفن سيجمنت. انت مثلا دخلت واحد اللي هو 1000 هيطلع لك واحد، يعني اللي هينور البي والسي. مدخل اتنين مثلا يعني 0100 اللي هينور عندك الـ A والـ B والـ G والـ E والـ D عشان يظهر لك رقم 2. هي الفكرة ان انت اللي انت مدخله او العدد اللي انت مدخله هتطلعه في صورة رقم مرسوم كده على الشاشة. بدل ما نستخدم اللوجيك جيت والايسيهات تبقى كبيرة، هنستخدم السيفن سيجمنت. تمام كده؟ طب الدرايفر بتاعنا ده او الديفايس نفسه بتاع الباينري كود ده بيتكون من ايه؟ عبارة عن اي سي، دي الرسمة بتاعته. الاطراف بتاعته سيمتري، يعني الطرف الجزء اليمين نفس عدد الاطراف في الجزء الشمال، هنا 8 وهنا 8. الفكرة ان الطرف او البنة رقم 8 هنا بنوصلها بالجراوند، والبنة رقم 16 فوق هنا بنوصلها بالفي سي سي. عشان كده انا مش رسمهم هنا، بس بالطبيعي في الرسمة تبقى عارفهم ان البنة رقم 8 بنوصلها بالجراوند، والبنة رقم في سي سي الرقم 16 بتوصلها بالفي سي سي. دي عشان تشغل الاي سي بتاعك، عشان تعمل كلوز لوب اللي هو بتدخلها تغذيه، بتدخل لها مصدر جهد، وبعدين تقفل الدايره بالجراوند. بقيه الاطراف بتاعتك ايه بقى؟ 1 و2 و6 و7 ده الانبوت بتاعك، ده الباينري انبوت بتاعك، دي الاحتمالات اللي انت هتدخلها اللي هي 1 و2 و3 و4 لحد 9. بتمثل على الاي بي والسي دول والدي الانبوت بتاعتك. احنا هنمثل مثلا واحد هنمثله في صوره باينري كود. واحد يبقى واحد على الاي و0 0 0. اثنين يبقى المفروض البي هي اللي هتبقى بواحد وبقيه الليدات او بقيه الانبوتس هيبقى بزيرو. تمام كده؟ بقيه الاطراف اللي على الجزء الشمال عندنا حاجه اسمها ال تي اللي هي لامب تيست، دي الاساسي بتاع التشغيل. لازم يكون اللامب تيست بواحد عشان اللي انت هتقول اللي انت هتطلع خارج عشان الدرايفر ده يشتغل. في عندنا كمان تيرمينالز البي اي اللي هي بلانكينج انبوت، والار بي او عباره عن حاجه اسمها ريبل بلانكينج انبوت، دي بتاخد الحاله اللي قبلها يعني بتكمل المسار. يعني مثلا البلانكينج انبوت دي قيمتها عباره عن الريبل اللي خارجه من الاوتبوت المرحله اللي قبل كده. انت الطبيعي انت عاوز تشغل الاي سي ده على طول، فبياخد البريفيوس ستيت يدخلها كانبوت تاني عشان يفضل الدرايفر ده شغال. طب ماشي، البين رقم 5 او التيرمينال رقم 5 عباره عن ريبل بلانكينج انبوت. الريبل بلانكينج انبوت ده بيستخدمه في المالتي ديجيت، يعني لو احنا عندنا اكتر من ديفايس او اكتر من ديجيت نفسه عاوزين نخرجه، ممكن نوصل ده ببعضه، نوصل الدرايفات ببعضه من هنا. يعني الدرايف الريبل بتاع الاوتبوت ده نوصله بالريبل بتاع الانبوت بتاع المرحله الثانيه،
ده لو عاوز توصل باينري كود ديفيجن ورا بعض اكتر من مرحله. تمام كده يا شباب؟ الخارج بتاعنا بقى، احنا قلنا البن رقم 16 ده عباره عن بي سي سي. ترتيب التيرمينالز بقى الموجوده الباقيه، هنلاقي ان الاي واخد 13 والبي واخد 12 والسي واخد 11 والدي واخد 10 والاي واخد 9 والجي والاف، الجي واخد 14 والاف واخد 15. هو ترتيبهم مش ورا بعض، فلازم تبقى عارف التوصيله دي هتبقى ازاي. هو لما نيجي نعمل في بروتاس احنا الطبيعي هناخد الخارج دايركت، هيبقى عباره عن ديفولت، هيبقى مباشر. تمام كده؟ طب ماشي، احنا لما نيجي نوصل، هو الطبيعي انت في الاول بتبقى عارف التيرمينالز بتاع الليد او عارف توصيلات، يعني مثلا ليه هتنور من انهي تيرمينال. هو الطبيعي في هنا كومن وهنا كومن، ماشي؟ فانا بقول لك التيرمينالز الباقيه هيبقى عندنا بي واي واف وجي واي والدي، وده كومن والسي، او ده هيتوصل عليه فولت هيقارن بيه حاجات بعدين. هو الطبيعي انت هتوصل الانبوت الدرايفر بتاعك وتاخد الاوتبوت بتاعك ده من على الباينري كود ده، توصله على طول مباشر بالفي سي سي او توصله مباشر بالسيفن سيجنال. معايا يا شباب؟ أنا مش فاكرة أنا قلت لكم ولا لأ، بس 74 47 ده كومن أنود، و74 48 ده كومن كاسود. مش فاكرة قلتها لكم ولا لأ، هي موجودة في أول ورقة وأنا هنزل لكم الورق. يعني هو عشان الليدز تشتغل أو عشان السيفن سيجمنت تبدأ تشتغل، شباب عشان السيفن سيجمنت تبدأ تشتغل، هو لازما البلانكت انبوت تبقى بواحد وايا كان اللامب تيست. بس لو احنا عايزين نطلع الكود اللي داخل عندنا نطلعه على 7 سيجمنت، فلازم يبقى عندنا ماتشنج ان البلانكت انبوت واللامب تيست الاثنين بواحد. فالخارج بتاعنا هيبقى نورمال، اللي هو اللي انت مدخله هيطلع على الشاشه بتاع 7 سيجمنت. طب لو كان العكس، يعني البلانكينج انبوت بزيرو، فالليد كده كده هتبقى مطفيه، السيفن سيجمنت مش هتشتغل ايا كان الدخل اللي انت مدخله، ايا كان الدخل اللي انت مدخله. عشان تطلع خارج والليد تنور لازم البلانكينج انبوت تكون بواحد. عشان تطلع الانبوت اللي انت مدخله يظهر رقمه على السيفن سيجمنت لازم اللامب تيست تبقى بواحد. عايز تشغل الدرايفر بتاعك باينري كود درايفر وتوصل معاه ال 7 سيجمنت زي ما احنا هنعمل التجربه دلوقتي، او تظهر الانبوت بتاعتك الاي اي بي سي دي اي الاي بي سي اي الانبوت بتاعتك اللي انت داخل على الاطراف التيرمينال بتاع الباينري كود، او تطلعها بالظبط على ال 7 سيجمنت، لازم البلانكينج انبوت بواحد واللامب تيست بواحد. طب لو الباينري انبوت البلانكينج انبوت بزيرو، يبقى الليد بتاعتك مش هتشتغل اصلا، ال 7 سيجمنت مش هيشتغل. طب لو اللامب تيست بتاعتك كانت بصفر والبلانكج انبوت بواحد، الليد هتنور كلها. معايا كده يا شباب؟ نفتح البروتاس عشان نجرب التجربة عملي. تمام معايا؟ ايه؟ تقول ايه؟ مش هنسيب. طب تمام ماشي. هو الطبيعي احنا بنتعامل مع الايزيس اللي هي هتبقى منقطه، ايه دي؟ اللي عبارة عن كتة فيها شاشة ورا كده مرقطة مربعات عشان تبين النقط. إنما البي سي سي هو اللي بتعامل مع الرايسس، بتبقى بلانكت كده، بتبقى حاجة مسطحة كده مصمطة كده، ما فيش مكان للنقط. تمام كده؟ عشان نجيب الانسترومنت بتاعتنا، نجيب التولز بتاعتنا من بي
هو الطبيعي ان الستيتمنت بتاعتنا او الكومبوننت بتاعتنا اللي احنا هنوصل بيها الدايره، واحنا اول حاجه عاوزين الباينري كود ديفايس صح او درايفر، فاحنا هنختار من بي ونكتب رقم الاي سي، هو كلمه شو اونلي بارتس ويز موديل، دي الحاجات اللي موجوده في الطبيعه، الحاجات اللي انا اقدر اعمل منها كومبوننت واجيبها في المعمل واوصلها ماشي. فعشان كده انا مختاراه اول حاجه هنجيبها، احنا عاوزين باينري كود ديفايس صح، باينري كود ديفايس نكتب الرقم بتاعه الاي سي بتاعه 4511، هو نوعه سيموس اهو بي سي دي 27 سيجمنت، سواء ديكودر بقى لاتش ديسبلاي ايا كان اللي انت هتعمل ايه، هو ده اللي بيتوصل بال7 سيجمنت. فنعمل اوكي نيجي تحت بس كده اوكي، بقى عندنا في التولز هو الطبيعي انت هتوصله على 7 سيجمنت، فنجيب 7 سيجمنت من مره سيفن سيجمنت. هي الفكره بقى في السيفن سيجمنت انت لازم تحدد النوع بتاعك، انت هتشتغل بانهي نوع سواء كومن كاسود او كومن انود، وعايز شكل الليد بتاعتك تنور بانهي اضاءه. هو الطبيعي التجربه بتاعت النهارده هنشتغلها بكومن كاسود، يعني الكاسود بتاعنا هو الكومن، يعني لما نيجي نوصل الكومن بتاعنا هنوصله بجراوند معايا كده. هو الطبيعي ان احنا مشغلين السيفن سيجمنت كديسبلاي، ينزل لخانة الديسبلاي، لأن السيفن سيجمنت ممكن تشتغل ديكودر، ممكن تشتغل مالتي بليكسين، ممكن تشتغل كودينج، ممكن تستخدم لاتش، يعني تستخدم حاجات كتير. فاللي احنا هنعمله التجربة بتاعت النهاردة هنستخدم ديسبلاي، مجرد عرض للانبوت بتاعنا. الديسبلاي بتاعنا لازم نحدد النوع اللي هو كومن كاسود. ديسبلاي هي كومن كاسود ايه؟ عندك ألوان بقى، يعني الليدز بتاعتك هتنور بلو وجرين وريد، ناخد الريد مثلا، دي الشكل بتاع الاي سي بتاعتك، الانبوت بتاعتك اهي، وده الكومن بتاعك ناخدها ماشي. احنا كده جبنا الاي سي اللي هو باينري كود ديفايس وجبنا ال7 سيجمنت، فاضل لنا ايه تاني؟ فاضل لنا الانبوت بتاعنا هندخله ازاي؟ هندخله بسويتش، نجيب البوتون ممكن نشغله كأنه لوجيك توجل ماشي. لوجيك لوجيك توجل اكتب اهي ماشي، جبنا الانبوت بتاعنا هنوصله فور سويتش، السويتش بتاعنا البوتن اكتف بوش بوتن، دي اللي هتدينا الاحتمالات بتاع الانبوت، سواء هندخل واحد او اتنين او تلاته لحد تسعه. بعد كده ندخل السورس اللي هيشغل ماشي، والجراوند نجيبهم ماشي من التولز اللي بره تقريبا، دي بس الدايره. طب ماشي نطلعهم ونرسمهم او نوصلهم. عندنا البي سي بي كبرها شوية عشان نوصل مرتاحين بس. ماشي
ادي الباينري كود درايفر، عندنا الانبوت بتاعته اي بي سي دي متوصله فوق اهي، وعندنا ال ال تي لامب تيست، وعندنا البلانك انبوت، وال ال اي ال دي ال اي هنوصلها مع البي اي بواحد، او ال ال اي هنوصلها بجراوند لانها كومن كاش، وناخد الخارج بتاعنا ناخدهم على طول على 7 سيجمنت. ندخل ال 7 سيجمنت ناخد اللوجيك توجل مثلا هنا، ماشي، ناخد البوش بوتن عشان نحط الاحتمالات، وأربعة بوش بوتن ده تيجي كده خليها تحت هنا مش مشكلة. ماشي، هنوصل بقى، نبدأ نوصل البوش بوتن، أول واحد بالإنبوت، تاني واحد، نوصلهم كلهم بالتوجل، فاضل ايه؟ نوصل الاوتبوت بتاع الدرايفر 7 سيجمنت، فاضل لنا هنوصل، احنا قلنا عشان نطلع خارج اللامب تيست والبلانكينج انبوت الاثنين لازم نوصلهم بواحد، يعني لازم نوصلهم بفولت، عشان نوصلهم بفولت نجيب سورس دي سي سورس، ماشي، نحطه هنا مثلا، وصله لا مش كده، ال ال اي ودي هنوصلها بجراوند، ونظبط الجهد الاول بتاع السورس، هنستخدم السورس بتاعنا بخمسة فولت، خمسة فولت، ماشي، ال ال اي والكومن بتاعنا بتاع ال 7 سيجما نوصله بجراوند، احنا كده وصلنا اللوجيك بتاعنا بالبوش بوتن عشان نحط الاحتمالات بتاعتنا، وصلناها بالانبوت بتاع الباينري كود، وصلنا اللامب تيست والبانكينج انبوت بواحد فولت، يعني وصلنا ال اي بالجراوند عشان هو كومان كاسود، ماشي، وصلنا الاوتبوت بتاع الباينري كود درايفر بال 7 سيجمنت عشان تنور، ماشي، احنا كده وصلنا الدايره، فاضل لنا بقى اللي احنا نخلي اللوجيك توجل اللي هو شغال تمام كده، ونحط احتمالات الانبوت ونعمل بلاي، نعمل بلاي، احنا الطبيعي كله بصفار، البوش بوتن كلها مفتوحه، فيبقى الخارج بتاعنا بصفر، هو ده اللي ظاهر على السيفن سيجمنت، فاللي منور عندنا الاي والبي والسي والدي والاي والاف،
مدينا التراك بتاع الزيرو. طب انا لو هدخل واحد مثلا، فمعناها ان انا هخلي اول بوش بوتن بواحد او هوصله يعني، وبقيه الحاجات او بقيه البوش بوتن بزيرو. طب انا لو عايز اخرج اتنين على 7 سيجمنت، افتح تاني الزرار ده واخلي البوش بوتن التاني هو اللي يدخل، فيبقى عندنا الكود بتاعنا 0100. فده معناه ان انا مدخل اتنين بالباينري كود، فيظهر لنا اتنين على 7 سيجمنت. طب انا مثلا لو عايز اشغل ثلاثه، هفتح تاني البوش بوتن ده واوصل البوش بوتن اللي بعده. لما وصلنا البوش بوتن بتاعه ظهر اربعه. طب انا عايز ادخل ثلاثه، يبقى اول اتنين واحد واحد، المفروض يبقى واحد واحد، وباقي صفار واحد واحد صفر صفر، فيطلع لنا ثلاثه. عايز ادخل اربعه، يبقى المفروض صفر صفر واحد صفر، طلع لنا اربعه. طب انا عايز ادخل خمسه، يبقى واحد صفر واحد صفر اهو. تمام كده. عايز اخرج سته، يبقى صفر واحد واحد صفر، ادي سته. عايزه سبعه، يبقى واحد 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 صفر، ادي سبعه. عايزه تمانيه، يبقى كل صفار من عدا الاخيره تبقى بواحد. احتمال دي احتمالات الانبوت بتاعتنا بيطلع لنا الخارج ايه. طب عايزه اخرج تسعه، يبقى واحد صفار او صفر صفر واحد، خرج لها تسعه. تمام كده يا باشمهندسين. بنلعب في البوش بوتون، بنلعب في الانبوت عشان يطلع لنا الخارج بتاعنا. الخارج بتاعنا هيظهر على 7 سيجمنت، يقول لنا انت مطلع ايه او مدخل ايه على الباينري كود. تمام يا باشمهندسين. معايا يا شباب؟ ايوه مع حضرتك. ايوه مع حضرتك. تمام ماشي. ايه دي كده تجربة النهاردة؟ لو عايز تابعين يعني تابعين مع بعضين معلش يا رمضان قول تاني معلش يا باشمهندس. لو عايز تابعين 7 سيجمنت مع بعض بقى 70 عاوز تربط 2 7 سيجمنت مع بعض؟ مش فاهمة انت بتقول ايه؟ السبعة قصدي. ايوه عايز 2 7 سيجمنت. ايوه مع حضرتك بقول لك عايز 2 7 سيجمنت مع حضرتك.